تنظم رابطة حكام وحكمة عصبات الصحراء كرة القدم، دوري أول سنوي الأول للمصالح الخارجية. هذا الدوري عرف واحد النشاط كبير، عرف ندية، الحمد لله عرف واحد النجاح، واللي كان الاختتام ديالو هو اليوم، لأنه قبل اليوم كانت مباراة ديال النهائي اللي تأهلوا فيها الفريقين التعليم وفوسفات، كان فوز ديال فوسفات. وليت باش نكلوا هذا النجاح هذا استدعينا قدماء المنتخب الوطني، ابرزهم النيبت صلاح النيبت نور الدين باصير، مجموعه من الاسماء اللي برزات في المنتخب. الحمد لله كانت سلبيه بون النداء ديالنا، وهم متواجدين معنا في مدينه العيون. هاد اللحظات غادي نعيشوا واحد المقابله استعراضيه بين النجوم قدماء المنتخب الوطني ومنتخب سمينا احنا منتخب المصالح الخارجيه. علاش كنا حقيقه احنا كنا الفكره هذه جعلتنا باش نصنعوا منتخب المصالح الخارجيه، انه في هذا الدوري عرفنا واحد النجوم شفناهم في الدوري، كانوا الحمد لله في مستوى كبير. كانت فكره ديال لجان المنظمه باش كل مصلحه خارجيه نديروا مع ناخذوا منها احسن لاعب ونكونوا منتخب اللي غادي يواجه هذا النجوم ان شاء الله في هذه المقابله الاستعراضيه. هذا الدوري صراحه عطينا واحد الشعار ابرز هو الرياضه تربيه النفوس ليست لتحصيل الكؤوس. هذا الشعار راه واضح الحمد لله، الهدف ديالنا ماشي هو ان الانسان نفوز بالكاس، ولكن يكون عندنا واحد التاخي وواحد الحمد لله واحد التعارف بين جميع المصالح، لانه حقا تنشوفوا هذا البنيه التحتيه اللي تتوفر عليها مدينه العيون اللي تستافدوا منها حقا هما الفرق مهيكله ومنظمه، ولكن بالنسبه للمصالح ما حاولنا نخلقوا هذا الجو هذا اللي نخليهم حتى هما يستافدوا بالبنيه التحتيه وبينوا على واحد المستوى كبير في هذا الدوري. والحمد لله ما يكونش هذا هو الدوري الاول، ولكن غادي يكون مجموعه الدوريات اللي غادي نحاولوا ننظمهم تحت واحد برنامج سنوي ديال الرابطه ديال الحكام وحكمات عصبات الصحراء كره القدم. اللي تنشكر حقيقه تنشكر اللجنه التنظيميه اللي ساهمت معنا وتعاونتنا باش ينجح هذا الدوري، تنشكر قدماء المنتخب الوطني اللي حضروا ولبوا لنا الطلب ديالنا باش ينجح هذا الحفل. واللي تنتمنى الله نشوف واحد المقابله استعراضيه اللي تخلي واحد الصبغه زوينه للمدينه ديالنا. وشكرا. شكرا.